المواجهات بين الشرطة ومعارضي الرئيس تشيلي المحافظ سيباستيان بينيرا تتواصل، فالعاصمة سانتياغو شهدت المزيد من التظاهرات وسط مشاركة آلاف المحتجين المناهضين للرئيس في واحدة من التجمعات الهادفة لدفعه للاستقالة. إن تشيلي بكاملها ستواصل النزول إلى الشوارع حتى يستقيل الرئيس، وطالما أنه لم يترك منصبه ستواصل تشيلي التعبئة ليس في سانتياغو فحسب بل في أنحاء البلاد كافة. الاحتجاجات تخللتها مواجهات مع عناصر الشرطة التي انتشرت لحماية مقر الحكومة وعمدت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، ما تسبب في حالات إغماء في صفوف المتظاهرين، فيما عمد بعض المتظاهرين إلى رشق عناصر الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في مواقف الحافلات. ما يريده جميع تشيليين هو مغادرة بينيرا منصبه في أسرع وقت ممكن. هذا الرئيس الذي لم يعد يمثلنا في النهاية لنظهر له أن الشعب بأكمله ضد وجود الكثير من الانتهاكات. التظاهرات هذه تأتي بعد مواجهات بين المتظاهرين والشرطة استمرت أياما عديدة، وعلى إثر مسيرة نسائية خرجت الأربعاء الماضي لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وانتهت باندلاع أعمال شغب. وكانت تشيلي شهدت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، لكنها توقفت لاحقا من جراء فيروس كورونا الذي أثر على البلاد بشدة.